السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا في برنامج تفسير الرؤى والأحلام. كما تعودنا معكم بأننا نتكلم عن رمز من رموز الرؤى والأحلام. الرمز في علم الرؤى والأحلام دائما له تأويلات كثيرة جدا متعددة، والرمز لا يقتصر على شيء واحد بل على أمور كثيرة متعددة. فما تخش الرمز ده لنفسك، لا، ده لكل إنسان له رمز معين. يعني وقوع الدرس مثلا على سبيل المثال، ممكن لواحد يكون موت، ممكن لواحد طول عمر، وقيس على هذا المنوال. فنتكلم اليوم بفضل الله عن رمز من رموز الرؤى والأحلام، وهو رمز السفر. تأويل السفر في المنام إيه؟ هل السفر في المنام فيه الخير ولا فيه الشر؟ السفر دائما فيه الخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في معنى الحديث: سافروا تغنموا، أي سافروا يأتي إليكم الخير العظيم. وبعض الأحيان يكون السفر فيه الهم والغم والنكد، لأن السيدة عائشة قالت في معنى الكلام بأن السفر قطعة من العذاب. فالسفر في المنام يبين على تصفيات نجاحات عظيمة جدا إلى صاحب المنام، بمعنى أن صاحب المنام سيكون إنسان ناجح في الحياة، وسيكون ناجح في المجتمع، وسيكون ناجح في عمله، أو في عدة أمور كثيرة جدا متعددة. وفي السفر يختلف على حسب الدولة. طب وهل الدولة تختلف في موضوع السفر؟ نعم، يعني لو واحد سافر أمريكا يبين على القوة والصحة والعافية. طيب لو واحد سافر فرنسا يبين ربنا من عليه بصفة النظافة والطهارة والاهتمام والتنسيق والترتيب، ولو كان إنسان أعزب سيمن الله عليه بالزواج من امرأة جميلة المظهر، وقيس على هذا المنوال. السفر إلى المملكة العربية السعودية نوع من أنواع البركة في حياة الرائي. اللي سافر السعودية ده بركة في حياته. وأجمل شيء وأعظم شيء لما الإنسان يسافر المملكة العربية السعودية لقضاء الحج أو العمرة، ده يدل على أشياء كثيرة جدا متعددة، منها العلم والفهم والمعرفة والنورانية والشفافية من رب البرية. بعض أحيان واحد يسألني سؤال أو رؤية، أنا بعض الأحيان أطير في السماء. أنا مطير في السماء وأحلق في السماء ها هنا وها هناك، تفسيره إيه؟ الذي يطير في الهواء أو يمشي على الماء هذه كرامة له من رب السماء. ربنا يمن على صاحب الذي يطير بكرامة، بمن فضل عطاء من رب العالمين إلى صاحب الرؤية. الذي يطير في الهواء وينتقل من مكان إلى مكان
يدل على تغيير بعض الأمور وتجميل بعض الأمور إلى صاحب المنام للأحسن والأفضل والأجمل له في الأيام القادمة. الذي يسافر ويركب الطائرة على سبيل المثال بيدل إن ربنا سيحقق له أمر وسيقضي له أمر على الفور. الذي يسافر بالقطار تحقيق أمر ولكن بعد تعب وبعد عناء. الذي يسافر في سفينة يدل على النجاة له من السوء والبلاء ونجاء له من أمور كثيرة جدا كانت ستحدث له في الحياة. كذلك الطيران في الهواء بعض الأحيان وليس في كل الأحيان عشان ما يجيش حد واحد يطير في السماء يقول ده أنا زوجتي سيتوفاه الله. بعض الأحيان الطيران في الهواء يبين على وفاة الزوجة. الطيران في الهواء يبين بأن الله جل وعلا من على صاحب المنام بالذكاء والفهم والعلم والحكمة وحسن الكلام. السفر دائما في المنام في معظم الأحيان فيه الخير العظيم جدا. السفر في المنام يبين على الترحال أن صاحب المنام سيسافر إلى أماكن كثيرة جدا متعددة ها هنا وها هناك. السفر في المنام يبين على الراحة والسعادة والسرور والأمن والأمان والاستقرار وراحة البال إلى صاحب المنام. السفر في المنام بعض الأحيان يبين أن صاحب المنام سينصره الله على كل حاقد وجاحد وحاسد. أسأل الله أن يحفظنا جميعا وأن يمن الله علينا بنعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن يحقق لنا ولكم كل الأمان والأحلام وأن يحفظنا ويحفظكم الله من الوباء والأمراض. هذا حديثنا عن السفر في المنام والله أعلم.